هسا عدنا الجزء الثالث من المحاضرة اللي هو دينشر فلانج. شنو يعني دينشر فلانج؟ يقول هو vertical extension of denture base that extend from the cervix of the teeth to the border of the denture flange. هذه اسمها denture flange, هذه اسمها denture flange, هذه اسمها denture flange. يقول هو الامتداد من cervix مال teeth, يعني من هذه المنطقة. احنا اخذنا بالdental anatomy بالاول, يقول هذا cervix اسمه هذه المنطقة, فهي الامتداد منها يصير من cervix للdenture border اللي هو هذا البوردر. وهذا الامتداد العمودي اسمه denture flange. They are named according to the location. التسمية مالتهم حسب الموقع. عندنا مثلا labial flange, هذه الليبيال فلانج, هذه اللي تشوفوها هو الليبيال فلانج. The portion of the flange that occupies the labial vestibule, هذه الليبيال فلانج وهذه هم الليبيال فلانج, هي تقعد بالليبيال فيستيبيول. وعندنا البكل فلانج, بكل يعني يكون بجهة الخد من ناية, وهذا البكل فلانج. يقول the portion of the flange that occupies the buccal vestibule, اللي هي تشغل لنا البكل فيستيبيول. شنو يعني بكل فيستيبيول؟ شنو يعني labial vestibule؟ هسه حناخذه. عندنا lingual flange, يقول هو جزء الفلانج of the mandibular denture occupies the alveolingual sulcus, اللي يشغل لنا alveolingual sulcus. هنا إذا الواحد يفتح حلقه يشوف جو اللسان من هنا من هذه الجهة, المنطقة اسمها الفيلولينجوال سكلس عماتين, بعدين حناخذها بالأناتومي. فهو يشغل لنا ياها هذا اللينجوال فلانج, لأن احنا بالدينشر عندنا لي فوق عندنا البلت, فمكان البلت اكو دينشر, بينما هنا عندنا فراغ يصير لي جوا, فلذلك حصير عندنا فلانج حالها حال هذولي, اسمها لينجوال فلانج لانها باتجاه اللينجوال. اول شي هسه ممكن تجيب تعاريف ثانية, ممكن صيغة ثانية تصير للتعاريف اللي هي يقول تمتد من الليبيال فرينو, الليبيال فلانج تمتد من الليبيال فرينوم للبكل فرينوم. فرينوم لو اقول لا بعدين هم حاتين خلنا ناخذها بالمحاضرات الجايه, يلا اشرحها, اشرح بقيه التعاريف. هسه اوبجكتيف اوف ذا كومبليت دينشر, اهداف الكومبليت دينشر. These are necessary for good digestion and optimal health. الأسنان ضرورية للهضم الجيد والأوبتيمال هيلث, والصحة الجيدة أو المثالية. chewing of the food and mixing it with saliva is also first step in digestion. طحن الطعام أو مضغ الطعام وخلطه ويا السلايفا هي أول خطوة من خطوات الهضم. Restoration of facial contour and appearance, استعادة شكل الوجه ومظهره الطبيعي. يعني احنا قلنا المريض بدون اسنان الخدود مالته هذه حتكون مطبقة والشفايف مطبقة, فشكلها ما حلو مثل شكله هو عنده اسنان. Loss of teeth result in prematurely aged appearance due to loss of support and filling in the lips and cheeks. فقدان الأسنان نتيجة التقدم بالعمر يظهر لنا, أو فقدان الأسنان يسبب لنا شيخوخة مبكرة بسبب فقدان الدعم للشفايف وتشيك والخدود. يعني حتى لو الشخص بعد صغير إذا يفقد أسنانه راح ينطينا مظهر أكبر عمر,
يعني حتصير عندنا تجاعيد هنا، فيطلع الإنسان أكبر من عمره. A proprietary constructed denture will correct the restore the patient normal appearance. Probably constructed denture يقول بناء الدينتشر راح يصحح لنا ويستعيد المظهر الطبيعي للمريض. In addition to soft tissue change، بالإضافة إلى أنه تغيرات الأنسجة soft loss of natural teeth lead to respiration of the alveolar bone. يقول فقدان الأسنان الطبيعية راح يقودنا إلى إنه الألفيلار بون، هذا العظم اللي يقعد عليه الأسنان اللي ترتبط به الأسنان، راح يذوب، فلذلك راح يتغير شكله. And proper placement of artificial teeth will result in a proper support of the lips and unnatural aesthetic result. يقول ترتيب الأسنان الاصطناعية improper placement بغير مكانها، يعني موقع حد يكون غلط، راح ينتج لنا improper support، دعم يكون غير صحيح غير لائق للشفة للشفايف، وبنفس الوقت غير طبيعي وجمالية تكون غير طبيعية، نتيجة جمالية تكون غير طبيعية، يعني نشوف انه اكو خلل في هذا الشخص، نشوفه ما نشوف انسان يعني شكل طبيعي، نشوف اكو خلل به. ليش؟ لان الاسنان ما قاعدة عدل، او لونها ما حلو مناسب الوجه، او حجمها او شكلها، كل هذا يأثر. بعدين راح ناخذ محاضرة كاملة شلون نختار الاسنان، شلون الشكل مالتها، شلون الطول، شلون العرض، بحيث انه تنطينا جمالية. هسه correction of speech defect، تصحيح عيوب الكلام. effective speech requires teeth. يقول ال speech الكلام النشط يحتاج الى اسنان، يعني ليش؟ لان عندنا حروف اصلا ما تطلع بدون اسنان، او بدون ملامسة اللسان للاسنان، او بدون ما نضبق الاسنان او نفتحها مخارج الحروف ما تطلع. لذلك نشوف الشخص الكبير انه يعاني صعوبة باللفظ، يوصل لمرحلة مرات ما يقدر يلفظ. The tongue contacting or clapping against the teeth form many sounds. يقول الكونتاكت الاتصال اللي يصير بين اللسان والأسنان ينطينا عدة أصوات. Proper placement of artificial anterior and posterior teeth is necessary to restore good speech. الوضع يكون غير صحيح للأسنان، الترتيب نقدر نقول ترتيب الأسنان الاصطناعية الأمامية والخلفية هو ضروري لاستعادة الكلام الجيد أو النطق الجيد. ليش؟ لأن إذا رتبها بشكل مو صحيح أكيد ما راح تعطينا الألفاظ مخارج الصوت نفسها اللي نرتبها بشكل صحيح. Improper positioning of the anterior teeth inhibits the tongue and lips from broadcasting good sounds. إذا خليناها قلنا بشكل improper غير لائق للأسنان الأمامية، راح يثبط لنا اللسان تان، يعني لسان والشفايف، من إنتاج الأصوات الجيدة. تان يعني لسان، واللي في الطان. preservation of remaining tissue، الحفاظ على الأنسجة المتبقية. يعني هسه الأهداف مالت الدينتشر إذا نجي نشوف إنه هي
أول شيء إنه ضرورية للهضم، الأسنان ضرورية للهضم. ثاني وحدة استعادة شكل الوجه ومظهره. وثالث وحدة هو تصحيح العيوب الكلام. ثالث وحدة هي الحفاظ على الأنسجة المتبقية. ليش؟ لأن إذا الشخص قلع أسنانه وظل بدون أسنان، هذه الأنسجة المتبقية مثلا العظم واللثة حيذوبا، حتروح حتنمحي. ونفس الوقت رضا المريض وراحته. First the filler process that developed with the teeth disappear after loss of teeth resulting in reduced alveolarage. يقول الالفيلر بروسيس، قلنا شنو يعني الالفيلر بروسيس؟ يعني هو العظم ما تلفك اللي تقعد بيه الاسنان يتطور ويا اختفاء الاسنان. بعد فقدان الاسنان ينتج بتقليل العظم، بتقليل الالفيلر رج، بتقليل هذا الجسر مات العظم، يعني راح يذوب. Restoration of chewing function through denture minimize and rate of alveolar atrophy. يقول استعادة التشيوينج، وظيفة المضغ خلال شنو هذه؟ بس لحظة، يقول استعادة وظيفة المضغ خلال معدل قليل من ذوبان الألفيلر بون أو ضمورة. Restoration of normal dimension of denture space help to preserve the joint and stop the development of abnormal chewing habits. استعادة الأبعاد الطبيعية للدينشر سبيس، لمكان الدينشر، يساعد في الحفاظ على مفصل الفك اسمه تي ام جي، تيمبرال مانديبولار جوينت مختصرة تي ام جي، and stop the development of abnormal chewing habit. ويتوقف انه المضغ الغير طبيعي انه يحدث. هذا الجوينت المفصل راح ناخذ عليه همتين محاضره كامله. patient satisfaction and comfort، يقول رضا المريض وراحته. an uncomfortable patient is unhappy، يقول اذا صار الدينتشر uncomfortable غير مريح، البيشنت راح يكون غير سعيد، unhappy. It must be recognized that a patient has to accept the dental prosthesis. يقول يجب الاعتراف بضرورة قبول المريض accept the dental prosthesis physiological and the order to comfortable. يقول لازم المريض انه يعترف انه بقبول هذا الدينشر نفسيا. ليش؟ حتى يكون مرتاح physiologically in order to be comfortable. يعني شنو physiologically؟ يعني العمل مالته مالت الدينشر، يعني مثلا الدينشر لا هو كبير وراح يأذينا المفصل مالته او حركة العضلات ما راح يشنجها، ولا هو صغير وكذلك نفس الحال، لا حجمه يكون مناسب وطبيعي وينطينا راحة. هسه هذا الجزء الثالث من المحاضرة، ما اريد اطول بيه اكثر، ان شاء الله نلتقي بالجزء الرابع.